مساء الفل والورد والياسمين عليك وعلى ضيفك قاسم خلاص. حبيبي استاذ نوي، عندنا ثلاث الى اربع حالات سجلناها انا والكابتن. الابرز طرد الحارس الويلزي امام ايران، شلون يشوفه لوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك تحيه لكل المشاهدين والمتابعين. طبعا الحارس استخدم القوه المفرطه وطلع، يعني كان خروجه لقطع الكره باستخدام يعني الساق الممتده مما يشكل خطوره على اللاعب، وكان قرار الطرد في محله واتفق وياه، وكذلك حكام الفار اتفقوا وياه بالقرار. لؤي بس يعني في عجاله، يعني ليش انطرد؟ لانه انا ما اشوف اللاعب الاخير حتى لو لم يكن الاخير، هذا الدخول القوي يستحق الطرد، يعني لو لم يكن هو اخر لاعب. استاذ الطرد كان لاستخدام القوه المفرطه، يعني اذا الانذار كان قرار خاطئ، الانذار في بدايه الحاله. لا هو كان يعني القرار الطرد هو الصحيح، لانه استخدام القوه المفرطه ضد المنافس يؤدي الى يعني اصابته. لا اخ لؤي، الحكم بالبدايه ما اتخذ القرار بالكارت الاحمر، هو اعطاه كارت اصفر، ومن ثم ذهب وين؟ ذهب للفار، شاف الحاله عن طريق الفار بناء على طلب ايراني، بناء على طلب الفار. زين، قال له لا روح شوف الحاله مره ثانيه، فمن اجى شاف الحاله الثانيه راسا مباشره اجى الطاي كارت الاحمر، شاف الشغله تايكواندو. نعم، هو كان كان الاستدعاء من حكم الفار كان في محله، لانه الحاله كانت ما مواجهه لحكم الساحه، كان ممكن انه ياخذ اليسار اكثر في سبيل يحسن من تمركزه، ولهذا كان القرار مستعجل، بعد الرجوع للفار اعطى القرار الصحيح. صحيح. ولهذا الحارس داروسه وطلع وما سولف ولا اعترض ولا هاي. اكو ضربه جزاء يسولف عليها خلف لقطر، شو تقول انت؟ طبعا ادت اعاقه اللاعب من خلال دفع المدافع للمهاجم قطر، وكان يستحق الكارت او كان يستحق الكارت الاصفر لمنع فرصه وكذلك ركله جزاء. انا اتفق ويا كابتن خلف، يعني لان الحاله كانت يعني ركله جزاء غير محتسبه لصالح قطر. والله ابو احمد انا اول ما شفتها كنا قاعدين انا والكابتن ابو علي، قلت له هذه ضربه جزاء، هي جت بالدقيقه 33. أيوه. وتعرف ذول البلد المنظم والحكم كان اسباني، قلت ما معقوله يعني هذه مبينه، هي يمكن قد تكون تغير نتيجه مباراه، لانه بدل ما يسجل في مرماك انت راح تبدي بالتسجيل، ومثل ما انت تفضلت كارت اصفر للمدافع، وبالنتيجه انا اقول غيرت الكثير من شكل المباراه. بالضبط، الفريق اللي يحصل على جزاء فيك اوقات ممكن انه تكون ركله الجزاء في صالح باقي المباراه. استاذ لؤي، التحكيم لحد الان اشوفه جيد، لم يظلم احدا غير البلد المنظم. نعم استاذ ابو علي، اولا الحكام ذولا على مدار اربع سنوات كانوا يتمرنون سويا، وكانوا يدخلون دورات تثقيفيه من خلال الفار ومن خلال التكنولوجيا الجديده، فاصبحوا على تفاهم تام، بالاضافه الى مساعدتهم من قبل الفار اللي كان هو يعني العامل المساعد الاساسي للحكام. اكو هدفين، ولو انا جاي هوايه الح عليك بمتابعه المباريات، لؤي اكو هدفين حاضرين ملغيان، عفوا اشكرك. نعم. اشكر تعاونك لايران وللاكوادور، الغياء بداع التسلل، كيف يرى حكمنا الدولي لؤي صبحي ذلك؟ نعم استاذ، كان قرار المساعد في محله، بعد يعني بعد تاكيد القرار من الفار اعطاه مسج انه القرار صحيح، وكان التسللات اثنيناتهم في محلها. يعني استاذ لؤي، كنت معنا حكما رائعا دائما، وتقطع الجدل اللي يدور بيني وبين خلف قبل الاستوديو وداخل الاستوديو، وانا طبعا بالنسبه لي وياك يعني انت رايت الحق بالنسبه لي يعني بالقضيه التحكيميه. عيني ابو احمد، احنا كل احنا وياك. اشكرك جدا، واشكر انضمامك، وان شاء الله التقيك باشر. شكرا جزيلا استاذ لؤي.